صباح الفل عليكم، واحنا حفظنا اللي بيلعب ما بيكبرش واللي بيكبر خلاص علشان ما بيلعبش. وصلنا لفقره المسابقه، ودي احلى مسابقه انا بحبها، مسابقه اللغه العربيه. انا بحبها وبستمتع بيها جدا جدا جدا. ومعانا طبعا زي كل حلقه، وفي كل حلقه معانا همتو بجوائزها والجميله الحلوه المنورانة هنا، ومعانا برضو بنجو بجوائزها الجميله اللي هنلعب بيها النهارده، وهنعمل حاجات حلوه قوي قوي النهارده. معانا نتعرف الاول على اصدقائنا اللي معانا مشاركين معانا في الحلقه. اتفضلوا قولوا اساميكم بقى. جورج بافلي. ايه؟ بافلي. جورج وبافلي، ولغه عربيه، لغه عربيه، حلقه لغه عربيه. ها محمد. اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامه. جورج وبافلي ومحمد، والبنات ريناد جوي جيسيكا. ايه يا جماعه الاسماء، انا فين هبه وزينه و... جيسيكا يعني هبه، ومامتها اسمها هبه على فكره، عرفت؟ فنقول لها هبه اسهل من جيسيكا. وايه اسمك؟ ايه؟ جوي. وجوي يعني فرح، يعني احنا عندنا هبه وفرح. بقول لكم ايه، انا مش هقول اسماء، انا مش هحفظ الاسماء دي. جاهزين في اللغه العربيه؟ شاطرين في اللغه العربيه؟ جدا جدا. طيب احنا دلوقتي هنلعب لعبه حلوه قوي. احنا هنفنط الورق ده كده اهو، تمام كده اهو، هنفنطه جامد. اوكي، وهنفنط الورق ده كده كمان، وانا هسال سؤال وعلى المتسابقين ان هم يطلعوا الاجابه الصح في الورق اللي انا بفنطه دلوقتي، مش في الورق التاني. دي لعبه ودي لعبه. اوكي، هنفنطهم وانا هعمل اللوحه كده، انتوا هتقروها، والاجابه الصحيحه الاسرع فيكم هو اللي هيطلعها ويقولها ويقول لي طلعتها ليه. اوكي، نقرا مكتوب ايه. ان نقط قد فاز في الاختبار. وري احمد. خلصوا، لا احنا الاول، هما اللي فايزين. ان محمدا، مش محمد، قد فاز في الاختبار. برافو عليكم، اعربها لي. طيب ايه؟ اتفضل. ايه ده؟ ليه حطيتها محمدا؟ هي ايه، مرفوعه ولا منصوبه ولا ولا انت بتجاوب كده ولا منصوبه؟ عارف ليه ولا جت بالصدفه معاك؟ عشان في ان. برافو عليك، علشان في ان، فهي نصر. خلينا هنا. طيب يلا نجهز للتانيين، جهزوا، لخبطوا الورق بسرعه. السؤال هنا بيقول ايه؟ ذهب الى المدرسه. اخترنا. اخترتوا ايه؟ ما توروش. طيب نشوف البنات. لا اختاري. لا انا عايزه اجابه محدده. وريها اللي هنا. الولاد والبنات اختاروا محمد، بس الولاد الاول اهو. والله العظيم انا عارفه ليه اخترنا محمد. الاجابه صح محمد. ليه الاجابه صح؟ فاعل. علشان ذهب محمد. محمد فاعل. ذهب فاعل ماضي. يا واد يا واد يا واد يا واد يا واد، برافو عليك. وانتم مش عارفين حاجه، انتوا بالصدفه. يبقى ذهب محمد الى المدرسه. محمد هنا اعرابها فاعل. برافو، لا الولاد شاطرين فعلا. نشوف بقى الثالثه. الثالثه طبعا الثالثه خلاص عرفناها. ذهبت مع محمد. وريها هنا، وريها. ذهبت مع محمد. ما خلاص بقى، من ما كانتش واحد ولا اتنين هتبقى ثلاثه. صح، احنا مرمر. احنا انتوا شطار، الولاد شطار. ذهب محمد، ذهبت مع محمد الى المكتبه. نروح بقى للسؤال اللي بعد كده، نشوف معانا ايه. وضعت في شنطة المدرسة. ها وريها، وري هنا بسرعة. البنات حطت الأول. ايه؟ وضعت ايه، فتحة ولا كسرة ولا ايه؟ لا استوب، مش هنغش. الولاد كتبوا الكتاب، والبنات طلعت الكتابة. طبعا الصح الكتابة. وضعت الكتابة. الكتابة هنا ايه اعرابها؟ حد يعرف؟ انا وضعت. مين الوضع؟ انا. يبقى ده ضمير مستتر. بعد كده بشوف مين وضعت ايه. وضعت كتابا. الكتاب، الكتاب ده. انت قلت ايه؟ قول معلومه بسرعه. مفعول به. مفعول به. وضعته السبب ان احنا ضيعناها. خلاص، ما هي نقطه. وضعت الكتاب. الكتابه هنا مفعول به، علشان وضعته انا الكتاب. وشاطر انت، قلت انا ضمير مستتر. يعني نقدر نقول 2-1. 2-1. اللي بعديها بسرعه يلا. كتبت على كتاب.
يا حبيبي الكتاب. الكتابي وكتبته على الكتابي. الكتابي هنا اعرابها ايه؟ مجرور. اسم مجرور. اسم مجرور وعلامه جره الكسره. برافو عليكم. بسرعه كده بسرعه بقى ايه بسرعه دي ايه ها؟ الكتاب فوق الطاوله. الكتاب تعرف مبتدا مرفوع وعلامه رفع ضمه. الولاد شاطرين جدا جدا جدا. الولاد شاطرين جدا جدا جدا. طيب تعالوا بقى ايه، انا هنلعبكم بقى لعبه ثانيه بقى بسرعه كده. تعالوا نقول في اللي بعديه بقى. فنط 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 ليه؟ اه كده متلخبط. ادي كده يلا نروح اللعبه الثانيه. فنط فنط بسرعه. لا عايزه عشان اللي فيكم يطلع لي ضمير مفرد غائب. ضمير ضمير مفرد غائب. ضمير مفرد غائب. لا ضمير مفرد. ضمير مفرد غائب. يا ميس البنات طلعت هي وانا هو قلبي قلبي هو امسكي ده مفرد غائب. طب صح هو. انا كان قصدي مفرد مذكر. انا خلاص يبقى في مفرد مؤنث ومفرد مذكر. هو وهي يبقى الاثنين تساوي. بس انا كان في دماغي الاثنين المذكر. بس هي طالما مش محدده أيوة. يبقى صح هو وهي خلاص مش عايزين. مفرد مذكر وهم طلعوا مذكر وهم طلعوا المؤنث. برافو عليكم. طيب ضمير متكلم مفرد. ضمير متكلم متكلم. برافو البنات طلعوا انا. انت طلعت ايه؟ انا. بس هو انت غلطت في الاول. لا انت غلطت في الاول. خلاص البنات ماشي طلعوا. برافو. معني على فكره دي اصعب من الاول يعني دي اصعب. لا انا طيب ضمير مخاطب مثنى. ضمير مخاطب مثنى. خلاص ضمير مخاطب مثنى. برافو عليكم انتما. انتما برافو. الولاد كسبانه لحد دلوقتي. اسم ما هو بقى اسم اشاره مثنى. اسم اشاره او هسهلها لكم. اسم اشاره مفرد هذان. اسم اشاره هذان خلاص. طب اسم اشاره اسم اشاره مفرد مذكر. مفرد مذكر. هو هذا هذا. برافو عليك. برافو. هاد خلاص هما سبقوا في الاول. ناخد اخر حاجه بقى. ناخد اخر سؤال. اسم اشاره جمع. دي سهله قوي. اسم اشاره جمع. برافو. هؤلاء اسم اشاره جمع. على فكره انا يعني انا الحاجات دي بالنسبه لي صعبه يعني انا مبسوطه. بس كده 8 3 انا ما عدتش بصراحه. لا ما عدتش 8 3. لا 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 لا, لا. هم كسبوا اكتر من 3. بلاش كسبوا 3 مش عشان انتوا ولاد بقى مش عشان الحاجات دي. لا 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 لا, لا, لا. احنا نقول 8 7. لا عموما هم عموما احنا كسبانين برضه في التوتال. الولاد هم اللي كسبانين. بس انا بشكر الولاد والبنات. احنا عملنا لغه عربيه. فقره اللغه العربيه يا رب تكون عجبتكم وشغلنا دماغنا وشغلنا رجعنا شويه عن طريق اللعب. وتيجوا نلعب لعبه ثانيه. ماشي يلا نلعب لعبه ثانيه.